مرحبا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وهنا انا غسلت عندي المواعين وغسلت عندي غراتي انضمتن، غسلتن كملت وحطيت اللحم على النار لان اريد اسوي بانيه. حضرت الطماطم بعدني بس غسلتها بعدني مسويتها بالخلاط، وحضرت عندي الثوم وحاطه عندي هنا اللحم جاي يستوي، اريده يستوي ويكمل ان شاء الله واخلص. ما عندي شي هوسه، منظف البيت ومخلصته كل شي ما عندي، وتريقنا الحمد لله والشكر. قلت من هسه ابلش بالغداء واخلصه، وخليكم وياي نهاية الفيديو وان شاء الله تستمتعون. وبخصوص عندي هذه الزوليه اللي حطتها هنا، قلتوا لي عليها كاتبي لي مراهمه، اعرف اني مراهمه واعرف ان الالوان كلها مراهمه، بس مثل ما تعرفون اذا الزوليه مثلا اني الاشياء عندي هوايه، كل يعني هوايه نقصات حشاكم من النقص، وبس شنو يرادلها فلوس مثل ما تعرفون، الراتب راح تقسم عليه ايجار، مصرف بيت، مدرسات، يعني هواي هواي امور. يعني مو انا ما اقدر يعني كل فتره لازم اجيب لي شغله كل فتره. ان شاء الله من يقعدون ويصير واحد عنده مبلغ زين راح يغير. اريد اغير الثلاجه، الغلاف مال الثلاجه عندي، مال مجمده، مال الكاونتر، هاي كلها اريد يعني اغيرها. اريد اجيب لي هنا زوليه زينه، اريد اجيب لي ميت مال عارضه، يعني هاي الشغلات كلها اريد اجيبها، بس لازم واحد يصير عنده مبلغ من الفلوس ويقدر على مود يجيبهن، ولان مثل ما تعرفون عائله وراتب يعني يا دوب واحد يكفي يكفي مصاريفه. وذا حسب اليوتيوب اكو هوايه هوايه عالم يقولون اليوتيوب تطلع منه فلوس، عبالهم اليوتيوب يطلع فلوس كل شوية. ترى اليوتيوب الفلوس اللي يطلعها هذا ورا سنتين او ثلاثة مبلغ كلش بسيط، لان هنا عندنا بالعراق باقي الدول اي صحيح يطلع فلوس، بس عندنا بالعراق مثل ما قلت لكم عندنا احنا بالعراق اليوتيوب ما بي دعم قوي، الدعم مالته كلش ضعيف، المبلغ اللي يجي كلش ضعيف، صار سنتين ثلاثة أربعة خمسة دعمه فد مرة. يعني احنا من رحنا لابو المكتب وسويت القناة مالتي قال ترى الدعم هنا بالعراق اذا تجيكم الارباح ارباح كلش ضعيفة، اكو عالم هواية قال مثلا جتهم سدوا القنوات مالاتهم ايش قد ما ملوا، لان هواي هواي يصورون ويتعبون عليها وكل شيء ماكو. وانا القناة اصلا فتحتها مو على مود الفلوس، انا فتحتها على مود الفيديوهات تبقى عندي ذكرى، تبقى عندي بالقناة. يعني اكو عالم يقول لك عدها هي مسوية قناة ويوتيوبر ويجيها فلوس منها، لا والله طبعا فلوس ما تجي منه، تمر عليه كم سنة يا دوب مبلغ كلش بسيط. يعني انا شوف صار لي هوايه يا دوب هسه 3 دولار، كلش كلش ضعيف عندنا هنا، دعم كلش ضعيف عندنا احنا بالعراق، باقي الدول صحيح، الخليج عندنا، الاجانب دولات الخارج يعني بالخارج اذا عندكم بدون صحيح تجي عليه فلوس، تجي عليه فلوس يعني مو ما تجي عليه، بس العراق فد مره كل شيء يعني ما بيه. وان شاء الله يعني اصير مثلا عندي مبلغ اني وراح اغير شيء، اكيد يعني راح اغير عندي من الاثاث، راح اغير عندي، راح اجيب لي زوالي الاشياء اللي محتاجتها ان شاء الله اجيبها. والله كريم، حبيت اقول لكم هذا الشيء بخصوص اللي يقول له يعني هوايه هوايه عالم اسمعها تقول يابا هي عندها قناه وراح تحصل من اليوتيوب. ترى اليوتيوب ما بي اي يعني فلوس، فلوسه كلش بسيطه، كلش كلش بسيطه، ايش قد ما تتصورون بالعراق ارباحه كلش ضعيفه يعني. وبنفسكم اذا تحبون تسالون روحوا سالوا اهل المكاتب وانتم راح تعرفون. وطبعا عندي قنوات انا هوايه وياي طبعا كلها تعرف هذا الشيء، واللي عنده قناه يعرف هذا الشيء. بس شنو انا طبعا شريت الفرش
كلها على الشمس. لازم لازم الفرش تنشر على الشمس كل فترة على مود تتعرضن للشمس ويتعقمن. أنا كل فترة أطلعن المخاد، البطانيات عندي، الدواشق، وباقي على هذا الاستمرار. وراح أطلع راح أطلع شنو؟ راح أرجع على فقرة الغداء، راح أكمل البانية. طبعا وبخصوص هواية هواية متابعين جدد كاتبي لي سوي لنا فيديو تعريفي عن نفسك. انا ان شاء الله اسوي بهاي الايام الجاية اذا الله سهل وكتب لنا عمر، ان شاء الله اسوي لكم. بس انا ارجعوا على الفيديوهات اللي عندي، انا مسوية فيديو تعريفي عن نفسي، عن عائلتي، شو اسمه، عن بس ماي سألتوني هواية وقتها وهم جاوبتكم عليها. وإن شاء الله بس يخلصون الامتحانات الأولاد راح أسوي لكم هذا الفيديو، كل أسئلتكم راح أجاوب عليها. استوى عندي اللحم وراح أصفي المية على مود يخلى عندي من العظام الناعمة، وأرجع أطبخه. يعني أحط المية مع اللحم مية البانية وأطلع اللحم. أنا حطيت عندي بتيتة جاي أسلكها على مود أسوي اللقيمات. طبعاً هذه اللقيمات سويتها ونشرت لكم إياها، مع الحساسية طعمها كلش طيب، مش قد ما تتصورون. فهنا أنا سلكت بتيتة وراح أسوي لهم للجهال. يعني بعد ما صفيت هذا المي مال اللحم وهذا اللحم، راح أطلع العظام الناعم كله راح أذبه، وراح أطلع لحم إذا قدرت أطلع هذا الخشن، يعني أخلي بس لحم. وعمو مثل ما تشوفون هذا عظم بالجوة، عظام بناعمة. هاي العظام كلش تخوف بالأكل، يعني واحد ما يحس بيها باللقمة. ومرة صارت بينا يعني اختنقت بالعظماية إلا شوية والقرآن انتهيت. بس شنو، لازم واحد يتحذر. فقلت بعد أسوي بهذه الطريقة أحسن. صفيته على مدوخر العظام وأرجع أطلع بس اللحم وأطبخ البانية. هنا هذا العظام اللي طلع عندي، شوفوا ايش قد وناعم بكلش هوايه. حطيت اللحم هنا عندي ويا المي. وهسه شنو عندي، راح اخذ عصير الطماطم راح احطه عندي بالجدر، والبانية عندي انا مجمدتها مستويه. يعني حطيت المعجون، معجون الطماطم ويا المعجون، وحطيت الثوم. وهسه راح احط مي اللحم واللحم عليه، اخليه مفرون كل الزين، واضيف البانية. هسه طلعت عندي تمن عنبر، نظفته كل زين وراح اغسله واسوي تمن تطبيق. راح اطبخه هسه ويا المرقه لان طعم التمن العنبر ويا البانيه كلش طيب يطلع الطعم مالته. حطيت عندي الجدر راح اطبخ التمن، وانها غسلته كل زين حطيت دهن جنه على مود التمن يطلع بطعم كلش طيب. والمرقه عندي هنا جاي تفور، وهنا البوتيتة هم عندي جاي تفور. وان شاء الله ما بقى شيء واجهز الغداء اخلص. انا اللقيمات طبعا قد ما طيبة سويتها بالبداية، سويت هسه مرت اللخ لقيمات سويتها القطر. هسه بعد اريده بس تبرد واحطهن بالقطر. أنا بعد ما طلعتها طبعا طعمها خرافي، جنن يجنن، بحيطان وقبل ياخذون الجهال وياكلوها طعمها يخبل. انصحكم تجربوها خاصة عندي حساسية والميسر علي هذه الاشياء، يعني القمح والشعير. منها ساعتنا الغداء التمن والمرقة، سويت وياهم خيار وهنا خضرة وبصل. خير ونعمة من رب العالمين. طبعا ما احكي لكم على رائحة التمن والمرقة فد شي. هسه راح نتغدى، سهمنا وسهمكم ألف عافية. وهنا أنا هسه خلصت المواعين وغسلتهن، مسحت عندي الكاونتر. والهنا راح اختم اياكم الفيديو، وان شاء الله ينال اعجابكم، مع الف سلامه.